ديكتاتورية، أنظمة شخصية حزبية قومية، يعني ليست أنظمة جاءت من رحم اختيار الشعوب أو الديمقراطية. وبالتالي كان من حق الكويت أن تخاف، وخصوصا بعد أن غزا النظام السابق دولة الكويت في عام 91 وبقرار فردي وشخصي دفع ثمنه الشعبين العراقي والكويتي. نعم. أما ما حصل بعد 2003، بالرغم أنه هناك أكو احتلال، وهذا الاحتلال يعني فرض بعض الأمور على الشعب العراقي قد لا يقبل الكثير منها، لكن النظام السياسي الحقيقة الآن يرسم ويخطط يعني معانيه العظمى يعني من قبل القوى السياسية العراقية التي كانت في المعارضة، إضافة للقوى السياسية الناشئة في العراق داخليا. كل هذه القوى الآن آمنت بأنه ضرورة أن يكون العراق نظام سياسي، هذا النظام يجب أن يكون دستوري قائم على أساس الصلاحية التي يعطيها الشعب العراقي إلى هذا النظام وإلى الذين يصلون إلى دفة الحكم. نعم. وبالتالي هو نظام برلماني ديمقراطي. طيب دعني هنا أنتقل إلى، يعني تريد أن تقول أن الحكم تغير في العراق وأصبح بشكل آخر، الذي يحكم الآن هو أيضا اكتوى بنار النظام السابق في العراق، وبالتالي ربما ليس من الإنصاف أن يتحمل أو يحمل المسؤولية. دعني أنتقل هنا إلى الأستاذ حمزة الحسن، الكاتب والباحث من السعودية، وسيكون معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر الأقمار الاصطناعية. سيد حمزة، أهلا بك في لقائنا. العراق إلى أين؟ نعم. سيد حمزة، يعني السؤال الذي يطرح إثر ما تفضل به الأستاذ أحمد الأبيض، لماذا تحركت الكويت على مجلس الأمن الدولي لمنع خروج العراق من تحت طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني ابتداء أن أقول بأنه ليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة الكويت كحكومتين وكشعبين أن يكون بينهما صدام، لأن الطرفين عانيا من الوضع السابق والصراعات السابقة، وليس من الصحيح وليس من العدل حتى أن يستمر هذا الصراع، وخصوصا أن مواقف الكويت لم تكن سيئة وكانت في الحقيقة متميزة بالقياس إلى الكثير من جيران العراق، وبالتالي فإن الصراع الحالي في الحقيقة لا يخدم العراق ولا يخدم الكويتيين. نعم، أنا أعتقد أن هناك جهات في الكويت وبالتحديد التيار السلفي وبالخصوص في البرلمان يعني شحن الوضع في الكويت باتجاه عدم التنازل عن الديون وباتجاه عدم الاعتراف بالواقع العراقي، وهذا أمر لم تقبل به الحكومة الكويتية التي سارعت منذ البداية إلى الاعتراف بالوضع القائم وساعدت النظام الجديد أو تحملت هذا النظام وراعت ظروفه وأملت على أن يكون هناك يعني مستقبل أفضل مع تغيير هذا النظام. الذي حدث فيما يبدو لي أن هناك أطراف في داخل الحكم في الكويت ربما رأت أن عدم الاستقرار في النظام العراقي السياسي خلال السنوات الماضية يعني لا يشجعها على التنازل ولا يشجعها على الاطمئنان، وبالتالي كانت هناك حاجة للاحتفاظ بورقة أخيرة بيد الحكومة الكويتية أو بيد الكويت بشكل عام لكي يعني تسوى فيها بقية الأمور بشكل قاطع ونهائي مع نظام الحكم الجديد في العراق. وأظن أن الذي حدث هو لم يكن يراد منه معاقبة الشعب العراقي بقدر ما يراد منه الوصول إلى تسوية. أو سيد حمزة ليبقى يعني بمعنى ليبقى العراق ضعيفا حالي مهيئا لها. سيد حمزة، يعني ليبقى العراق ضعيفا بمعنى آخر؟ لا لا، ليس القصد، بالعكس، الكويت تريد أن يستقر الوضع في العراق وأن يقوم حكم قوي في داخل العراق وأن تسوى ما بقي من ملفات إن كانت هناك ملفات باقية من الزمن القديم أو الحاضر. أما أن تثار الأمور فهذه مسألة أخرى. بالعكس، الكويت لا تراهن ولا تريد أن يكون الوضع في العراق سيئا في الحقيقة، لا تريد ذلك، هي بعكس تمام السعودية، السعودية تؤمل ذلك، لكن الكويت ليست هكذا، لأن الكويت ليس من مصلحتها عموما عودة الماضي ولا عودة التشنجات، ولكنها في نفس الوقت تريد أن تحتفظ ببعض الأوراق للتفاوض في المستقبل. وأظن أن الذي جرى بهذا الأمر في هذا الشأن طبعا هذا
بالنسبة للحكومة الكويتية، هذه قراءتي، ولكن قراءتي للبرلمان وبعض أطياف البرلمان هي مسألة مختلفة، وبالتحديد للتيار السلفي الذي لا يريد الاعتراف بالوضع القائم في العراق، والذي يريد الصدام ليس فقط بين الكويت والعراق وإنما بين الدول العربية والنظام في العراق، وهذا في الحقيقة استمرار للموقف السعودي السلفي المتطرف تجاه العراق، طيب. وبالذات على خلفية طيب. طائفية، قائم على خلفية طائفية. اسمعني أنا أعود إلى الأستاذ أحمد الأبيض من بغداد. سيد أحمد نعم سيد أبو ذر الصغير، عذرا، السيد أبو ذر الصغير الكاتب والصحفي العراقي من دمشق، أهلا بك. والسيد حمزة الحسن يذهب إلى أن هناك تيار السلفي يقف وراء عرقلة أو امتناع الكويت عن القبول بخروج العراق من البند السابع، لماذا تحمل الكويت كلها هذه المسؤولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى ضيفيك الكريمين. أميل تماما عليكم السلام للتحليل عليكم. الذي أدلى به الأخ السيد حمزة الحسن، وهو تحليل عقلاني ومعقول. هنالك جهات في الساحة الكويتية وبالذات كما تفضل وعدنا إحصائيات وأسماء معينة لسنا بحاجة إلى ذكرها، تتحرك بأمرة خارجية أكثر ما تتحرك لمصلحة كويتية، بمعنى أن هذه القوة السلفية أصبحت وكأنها تشعر بفائة قوة تمتلكها، فتريد بعدما خربت البرلمان الكويتي مرتين ومزقت الشارع الكويتي بالحقيقة وقسمته إلى فئات مذهبية وطائفية، ساندهم بذلك صاحب جريدة السياسة الكويتية لتأزيم الوضع، والسياسة الكويتية بين قوسين معروفة الاتجاه ومعروفة التمويل ومعروفة المذهب ومذهبها CIA. من هذا المنطلق يتحركون باتجاه العراق نحو إبقائه داخل البند السابع. العراق لتوه خرج من مأساة، وقد نقول في لحظة ما أن الكويت هي السبب الأول والمباشر لإسقاط صدام حسين، والسبب الأول والمباشر قبل ذلك لتدمير العراق حينما وقفت بشكل كامل تام مع نظام صدام حسين في الحرب العبثية التي قادها ضد إيران. ولا يعني هذا أننا مع ضد إيران، هذه مسألة أخرى لسنا في صددها، ولكن في هنالك دول مصنوعة المواقف مسبقا تملى عليها. هذا الموقف الكويتي في تصوري هو يصوب لأزمة قادمة قد تعم المنطقة، قد تعم المنطقة ويخطط لها اللوبي الصهيوني واللوبي المتشدد في أمريكا. ولا يغرنا وصول أوباما بهذا الشكل، ونحن نعرف أتباعه وأزلامه والذين يحيطون به. كما تفضل الأخ حمزة الحسن أن للسعودية دورا هاما في كثير سيد من أبو الأمور التي تحدث. سيد أبو ذر، يعني أريد منك إجابة واضحة حول قضية اللوبي الصهيوني، هل برأيك أو تريد أن تقول أنه هو الذي دفع بالكويتيين إلى هذه إلى توتير الأجواء مع العراق ومنع خروج العراق من البند السابع؟ لا إشكال في ذلك سيدي، هنالك لوبي صهيوني يتعامل بالقوة ولوبي صهيوني يتعامل بالفعل، وأقصد بالقوة هو جار الله وأمثال جار الله، وبالفعل هو الذي تنطلي عليه المشاريع الصهيونية والأمريكية داخل المنطقة، ولا سيما ونحن نعرف جيدا أن شمالي العراق ممتلئ بأجهزة خاصة للموساد الإسرائيلي وتعمل على راحتها، فلذلك وجهت البوصلة باتجاه إيران وباتجاه دول أخرى وسوريا مثلا، ولكن نسي اللوبي الصهيوني الذي يعمل داخل أرض العراق ومن شماليه العراقي بالذات. هذا اللوبي الصهيوني ليس بالضرورة أن يوجهنا، اللوبي الصهيوني هو يقود عملية تمرير كثير من المشاريع، وهذا ما نشاهده وما حدث أثناء الانتخابات التي حدثت البارحة وكانت نتائجها اليوم. الحالة الصهيونية التي تكون في المجتمع الكويتي يقودها السلفيون، هم يتفقون ويتوافقون مع هذا، ليس بالضرورة أنهم ينسقون، ولكن هذا المخطط الذي تجري عليه الحالة السلفية لا إشكال ولا يخدم المنطقة ولا يخدم العراق، وبالدرجة الأولى لا يخدم الكويت. لكن سيد أبو ذر، عذرا على قطع كلامك سيد أبو ذر، سيد أبو ذر عذرا على قطع كلامك، لكن السيد حمزة الحسن من لندن
ذهب إلى ببساطة يعني ذهب في تحليله إلى أنه كل ما هنالك أن الكويت التي تعرضت للغزو والعسف من قبل النظام العراقي السابق تريد أن تحتفظ بهذه الورقة كضمان مثلا يعني. أخي هذه الكويت أنا أتذكر قبل أيام الغزو وما بعد الغزو وهي التي كما قدمت وقلت لك أن الكويت كانت تصر على أن حكومة صدام حسين هي حكومة غير شرعية. أنا أتعجب من موقف الحكومة الكويتية أنها تبني وتؤسس لمواقف تعتبرها قانونية على دولة أساسا كانت غير قانونية، يعني تطالبونها بديون ونحن لسنا مسؤولين عنها. نعم. طيب هذه الديون في مجالات كثيرة أن تحل ولكن لا تحل تحت رهن. نعم. أموال العراق تحت البند السابع، هذه هي المشكلة التي نعاني منها. وبعد وأؤكد لك يا سيدي الجليل أن كثيرا من التعويضات هي تعويضات كاذبة، والكويت لا إشكال تجاسرت وتطاولت على أرض العراق وتجاوزت على أبار النفط كثيرة. نعم. وأتذكر أن الأخ عضو البرلمان العراقي حسن